الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع مصحف القراءة التعليمي صفحة رقم 16، قوله تبارك وتعالى: ولكن الشياطين كفروا. قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف: ولكن الشياطين بكسر النون بعد الكاف مخففة ورفع النون. الشياطين على أن لكن المخففة هي كلمة استدراك بعد نفي. قال الشاطبي: ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، والعكس نحو سما العلا. ولكن خفيف والشياطين رفعه كما شرطوا، يعني ابن عامر والشين حمزة والكسائي ومعهم خلف من الدرة، والعكس نحو سما العلا. عاصم وأهل سما، نافع وابن كثير وأبو عمرو. وقرأ البكون: ولكن الشياطين بفتح النون بعد الكاف مشددة ونصب نون الشياطين. قوله تبارك وتعالى: من أحد، أحد إلا الآخرة ولو أنهم عذاب أليم من أهل. قرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها: من أحد، أحد إلا الآخرة ولو أنهم عذاب أليم من أهل. وقرأ خلف عن حمزة بالسكت قولا واحدا في الآخرة، ووافقه خلاد بخلف عن الآخرة الآخرة. ولخلف السكت وعدمه في المفصول: من أحد، من أحد، أحد إلا، أحد إلا، ولو أنهم، ولو أنهم عذاب أليم، عذاب أليم من أهلي، من أهلي. قال الشاطبي رحمه الله: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده، روى خلف في الوقف سكتا مقللا. وقرأ البكون بالتحقيق. قوله تبارك وتعالى: المرء، إذا وقف حمزة وهشام على المرء فإنهما ينقلان حركة الهمزة إلى الساكن قبلها المر، ثم تسكن للوقف مع السكون المحض المر مع تفخيم الراء. ولهما في الروم أيضا، ولهما الروم أيضا، ويتعين عليه التركيك المري هكذا المري. قوله تبارك وتعالى: آمنوا. قرأ ورش بتثليث البدل 2 4 6: آمنوا، آمنوا، آمنوا. قوله جل وعلا: خير. قرأ ورش بتركيك الراء: خير. قال الشاطبي: ورقك ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. ورقك ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. وقرأ البكون بتفخيمها. قوله جل وعلا: أن ينزل. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: ينزل بتخفيف زاي بعد إسكان نون المضارع، حيث جاء في القرآن الكريم إلا ما خص مفصل النحو: أن ينزل الله، أن تنزل عليهم، تنزل عليهم من السماء. قال الشاطبي: وينزل خففه وتنزل مثله، وننزل حق وهو في الحجر ثقلا. وقرأ البكون: أن ينزل بفتح النون وتشديد الزاي المقلل والممال. قوله جل وعلا: اشتراه. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف بالإمالة المحضة: اشتريه. وقرأ ورش بالتقليل: اشتراه. وقرأ البكون بالفتح: اشتراه. قوله جل وعلا: وللكافرين. قرأ أبو عمرو والدوري عن الكسائي ورويس بالإمالة المحضة: وللكافرين. وقرأ ورش بالتقليل: وللكافرين. وقرأ البكون بالفتح: وللكافرين. الإدغام بغير غنة لخلف عن حمزة وقد انفرد بذلك: خلاقي ولا بئس، أي نزل من يشاء. البكون بالغنة في الإدغام: خلاق ولا بئس، أن ينزل من يشاء. الإبدال: ولا بئس ما، مقطوعة في المرسوم، أي ترسم بئس بمفردها وما بمفردها. وقرأ ورش والسوسي وأبو جعفر: ولبيس بإبدال الهمزة وقفا ووصلا. وكذا حمزة عند الوقف: ولبيس. وقرأ البكون بتحقيق الهمزة: ولبيس. قوله جل وعلا: يشاء،
إذا وقف حمزة وهشام على يشاء فله خمسة أوجه: الإبدال مع الكسر والتوسط والمد مع السكون المجرد. يشاء يشاء يشاء، والتسهيل بالروم مع المد والكسر: يشاه يشاه. وقرأ البكون بالتحقيق: يشاء. صلة الهاء لابن كثير وانفرد بذلك: اشتراه ما له، اشتراه ما، هكذا بإشباع الهاء مع المد بالواو. قرأ ابن كثير بصيغة الهاء بياء مادية، يعني هو يقصد واو مادية هنا. وقرأ البكون بغير صلة. والحمد لله رب العالمين.